القانون هو الفيصل بين المواطن والدولة، بين المواطن والحاكم، بين المواطنين في بعضهم. راهي انتظاراتي قوية على تطبيق القانون، إن شاء الله ربي يوفقه اللي باش يجهد تونس. منطقة سياحية عالمية، اخرجوا امشي شوفوا همتي ولا ليكوت نتاع بنزرت وشوف، راهي فهمتني ولا مورد نتاع فلوس، راهي مورد نتاع السياحة، راهي السياحة مش متسمية كان على الشريط الساحلي، راهي بنزرت من أعز الولايات اللي معنا، راهي درة المتوسط، من أهم الولايات في شمال إفريقيا، حتى تاريخيا ولاية بنزرت عندها تاريخ كبير. نحكيش على الفلاحة، على الناطر، على الولايات الأخرين، حتى ما نحكيش حتى السياحة، ماذا بينا يتلهوا بها بصراحة من كافة الجوانب كما قلوها. رسالتنا إلى السلطة أنها تتلهى بالمناطق المهمشة كيف سجنان وجومين وغزالة، ونحن جايين حتى ولاية بنزرت وتونس الكل معناتها تهمنا، ولكن نحبوا نظرة إلى المستقبل للأجيال القادمة، ونبدو خاصة بالتعليم والصحة والنقل، ونرجع للثلاثي هذا اللي نجم يقود المرحلة الجاية ومن خلال القطاعات الأخرى. نتمنى إن شاء الله تكون تونس بخير، ونحن رانا باقين في تونس. بنزرت مدينة جميلة مزيانة ما شاء الله، كل شيء متوفر فيها، بلاد يطيب فيها العيش، والحلول يلزمها تويك الناس الكل تشد يدينها ويدين بعضها ويتلفتوا للولاية هذه، فهمت؟ هذا هو الحل الوحيد. راي بنزرت راي تنجم تكون منطقة سياحية من أحسن، هذا إذا كان ما تكونش أحسن حاجة يعني في الجمهورية الكل، والسياحة عندها دور، إذا كان هنا يعمل استثمار في السياحة أكيد باش المنطقة باش تنمى، باش توري بخدم صناعة التقليدية برشا حاجات ورا بالحق، يعني كما نقولوها يعني هذه هو شنو قصة بنزرت. يعملوا تصور قبل كل شيء، لازم يعمل تصور للبلاد، للبنية التحتية، للسيرفيس اللي نجموا القاهم يعني في البلاد. احنا نحب وشو نحب؟ المواطن، المواطن يحب المعيشة الرخيصة، المواطن يحب وضعية صحية تكون موجودة ممتازة، كلنا مسؤولين على البلاد ونعاودوا كل مجموعنا كل البلاد، والرأي تونس عزيزة غالية فوق رؤوسنا.